ويا على حكاية اليوم كيف قاسية وعبرة كبيرة لكل مراهقة نطمعها الدنيا وغير غدا وكتجري من مراها وكتضحي بالخالي والنفيس بذاتها بروحها بشرفها بشبابها على قبل الفلوس بمقابل حرام. صداقة سوء وطفولة فيها خلل وعدم الرضا بمقص مولانا هو حكايتنا الليلة، ضروري تسمعوها باش تستافدوا. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلام لي، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. اذا كنتي جديد على القناه نقول لك مرحبا بك، واذا كنتي من اهل الدار الدار دارك. فخليني ما نتعطلش عليكم اكثر ونقول لكم لنبدا. قبل ما نبدا الحلقه بغيت غير نقول لكم باللي انه حكايه الليله راه جريئه، من الاحسن انكم تفرجوا فيها وانتم بوحدكم. صاحبه حكايتنا الليله غادي تختار كاسم مستعار لها قمر. كتقول قمر: انا بنت حي شعبي، الاب نتاعي توفى قبل ولادتي بشهرين لانه تصاب مرض في قلبه وما قدرش يتحمل وهو يتوفى. عايشه مع الام ديالي وخويا كبر مني بثلاث سنين. الاب ديالي قبل ما يتوفى كان الشغل ديالو انه كان في شراكه هو وشخص واحد اخر في حمام اللي بالقرب منه كان المنزل ديالنا، لكن لما توفى بابا فماما كانت في فتره ديال العده اللي غادي يجي عندها الشريك نتاع بابا وطلب منها باش انها تخرج من ديك الدار لانه بغى يكبر الحمام. من بعد اشهر قليله غادي ننتقلوا نسكنوا من تحت الحمام، بمعنى انه الباب نتاع البيت ديالنا كان قدام الباب نتاع الفرناتشي فين تيسخنوا العواد باش يسخنوا الماء ديال الحمام وحتى الحمام. وهذه بالضبط كانت مرحله جد سيئه اللي عشنا منها. خويا الكبير كان اكثر واحد فينا ضررا، كان كل مره كيخرج من المدرسه ما كيجيش للدار، كان دائما تيوهم صحابه باللي انه داخل لواحد الدار وحده اخرى اللي هي كانت الدار نتاع الجيران، حيتاش ما كانش قابل باش انه يتنمروا عليه صحابه ويقولوا بلي انه ساكن مع عائلته في فرناتشي. كملت 3 شهور والناس غادي يجوا لعند الام ديالي كيطلبوا منها باش انهم يتبناوني، حيتاش كانت الظروف ديالنا صعيبه بزاف لدرجه كبيره. ماما فقدت بابا وعمرها ما كانت عندها تجربه خارج الدار انها تخدم، خويا كيقرا وانا في عمري يلا بضعه اشهر. كل مره كانت كتجي عائله كانت كتطلبني باش انها تبناني مقابل واحد المبلغ مالي اللي كان مغري. كانوا تيحاولوا يقنعوا ماما بلي انها ما غاديش تقدر على هاد الوضعيه. خليل اللي كان ساكن قريب منا غادي يطلب من ماما باش انه يجي يسكن معانا، والمصاريف نتاعنا كلها من الاول لاخر هو اللي غادي يتكلف بهم مقابل انها فقط ما تعطينيش لشي عائله. قبلت ماما وجا خالي سكن معانا في هذاك البيت في الفران. كان عندنا 4 ديال السدادر بالحساب، كل واحد فينا كان شاد سداري وكانت الطبله في الوسط. كل مره كانت كتخرج لينا شي طوبه كتاكل لينا حوايجنا، وكل مره كانت يخرج لنا سراق الزيت اللي كان كيتسارى ما بيناتنا لا شمس لا ضوء. وفي الصيف كنا كنتعذبوا مع الحراره نتاع العواد. بقينا غاديين وسط هذه المعاناه، وانا كنت كنعيط لخالي بابا فلان لانه منين بديت كنكبر وكنعقل بلي انه هو اللي كيوفر لي اي حاجه بغيتها، حتى غادي يجي يوم فين غادي يتزوج. ماما حزنات بزاف لانه كان بالنسبه ليها هو الرجل ديال الدار، كان مكلف بجميع المصاريف ديالنا ورغم العمل ديالو اللي كان بسيط جدا. ماشي بزاف غادي يجي صاحب الحمام باش انه يخرجنا من هذاك البيت، ما عرفناش شنو غادي نديرو لانه كان غير مرحب بنا عند العائله ديالنا، وكانوا تيشوفونا بواحد النظره ناقصه لانه كنا فقراء ماديا. وهنا بدات كتقلب ماما فين اننا نقدروا نمشيو. بابا قبل ما يموت كان جمع واحد 6 ديال المليون باش انه يدير بها العمليه، وبما انه كان العيد ديك الساعه قرر تيدوز ويدير هاد العمليه، لكن شاء مولانا انه يقبض روحه قبل. وماما غادي تخبي ديك الفلوس حيت كانت عارفه بلي انه غادي يجي شي يوم فين غادي تحتاجهم وتوقف عليهم. كل مره كان مول الحمام كيدق على ماما تيقول لها خرجي خاصك تخرجي، وراجل خالتي كان قال لها بلي انه صاحب الحمام باقي في شراكه مع المرحوم اللي هو بابا، واذا باعوا لازم انه يعطيها الحق ديالها. غادي تفهمي وياه فعلا، ورغم انه ما عطاهاش المستحقات ديالها اللي هي كامله، غادي تشد واحد البركه وغادي تبدا كتقلب فين اننا نسكنوا. انا ذاك كانت عندي 3 سنين. اثناء البحث ديالها على شي دار مناسبه للفلوس ديالها بمساعده واحد السيد الخدام في العقار، غادي تتعرف عليه اللي كانت عاودت ليه على حالتنا الاجتماعيه وظروفنا. في اليوم التالي غادي يجي لعندنا، سولته واش انه لقى ليها شي دار فاذا به غادي يطلبها للزواج، وقال ليها على اساس انه بغى يسترها ويسترنا حتى حنا
ولادها ونكونوا ولادو. لقى الماما الدار وخلصتهم من مالها، شريناها وتزوجت بهذاك السيد الخدام في العقار، حيت كان الهدف ديال ماما انها تجمعنا تسترنا تربينا ويكون عندنا اب اللي يعاونها علينا. واخا خويا الكبير كان عنده انذاك 11 سنه وكان ضد هذه الفكره ديال الزواج. غادي نسكنوا في هذيك الدار وراجل ماما ما كان مخصص من حتى شي حاجه، اتتها من كل شيء من الاول حتى الاخر ودار لها الاصلاحات، وعشنا احسن ايام حياتنا في هذيك الفتره. وانا تنكبر على اساس انه هذا بابا وتيقول لي يا بنتي، وعجبني الحال. دازت عامين وني عمل معامله وتصاحب مع خويا الكبير وحقق لي اي حاجه كان باغيها وشرى لي اي حاجه بغاها. الناس كانت كتكسى من مناسبه لمناسبه من عيد لعيد، احنا كنا كنتكساو من شهر لشهر. ماما بقى خاصها حتى شي خير، اللي يدخل عندنا جيعان تيخرج شبعان ومحمل في يديه شي حاجه. حتى من خوالاتي وخالي اللي كانوا كيعطيونا ولات ماما هي اللي كتعطيهم. حياتنا تبدلت 360 درجه. من بعد 3 سنين دخلت الابتدائي، في هذه المرحله بديت كنلاحظ انه كل ما ماما دخلت المرحله عزكم الله او لا خرجات وبقيت مع بابا او لا راجل ماما، كنت كنلقى انه كيقلب لها في حوايجها وحتى في حوايجنا. اي حاجه فيها الوراق كانت يقلبها وما كنتش كنعرف علاش. كنت كنمشي عند ماما وكنقولها ليها راه بابا كيقلب لك حوايجك كل نهار، هي كانت كتقول لي ما تقوليش هذا الكلام قدامه. هذا بابا او لا راجل ماما كان كل مره كيدي ماما لدار جديده وكيسولها واش عجبتك هذه ولا هذه. حتى الواحد النهار قال لها اش بان لك اننا نحطوا هذا الدار في البيع ونتحولوا لدار جديده اكبر من هذه. بما انه ماما ما ارتاحتش لهذه الفكره قالت ليه هذا الدار ما غاديش نديروها للبيع حيت ديال لي تامه، غادي نخليوها، واذا انت بغيتي تشري الدار شريها. نض تيغوت وكيخبط عليها في الطبله وهو يخرج، مده اسبوع ما غاديش نشوفوه. في هذه المده بالضبط ماما بدات كتسول عليه صحابو، كانوا كيقولوا ليها هذاك الراجل راه نصاب ومعروف بهذا الامر. تصدمات، قالوا ليها راه كيتزوج بارملات او بنساء ما عندهمش من غير راس مال خفيف، وكيوهمهم بلي انه انسان طيب وراجل وناوي الخير وكينصب عليهم. ماما فهمتش القصه. من بعد الاسبوع اللي خبر فيه غادي يرجع وغادي يبدل معانا المعامله ديالو، ما بقاش كيتعامل معانا مزيان، حتى صلاته ما بقاش كيصليها اللي كانت يمثل علينا بها، وما كانش كيفوتها حتى شي نهار، وبدا كيخرج داك الحقد ديالو ببساطه لانه المخطط اللي خطط ليه ما نجحش ليه، ولا بغى يدير اي حاجه باش انه يدخل ماما للحبس. ودار الباب نتاع الدار ثلاثه ديال القفوله وبدا كيتهمها باللي انه بغى تخونه مع واحد الجار ديالنا اللي كان ساكن بوحدو. المهم كان تيختار عليها الاسباب غير باش انه يشوف كيفاش يتفك منها. كثروا المشاكل، غادي يغبر للمره الثانيه اسبوع واحد اخر بلا ما يخلي حتى شي خبر، ولكن هذه المره غادي يرجع بخطه واحده اخرى. جاب تقضيه وطلبه ورجع لخوالاتي وخالي على اساس انه ناوي يرجع مع ماما كيف الاول، وباللي انه غير الشيطان اللي غادي يتدخل بيناتهم. في هذه الفتره كان خالي بغى يشري واحد الدار ومعه هو كيفهم في هادشي ديال العقار غادي تكلف، غادي تامنوا على فلوسها، لكن ماما غادي تنبهه باللي انه غير نصاب واياك انك تثق فيه. لكن خالي غادي يدير داكشي اللي فراسو ونصب عليه في 10 ديال المليون. مشى يحماق لانه تكرفص باش يجمع دوك الفلوس وجدهم ليه بروده وصدق ما شرى لا دار لا حتى شي حاجه. غادي يدير هاد الراجل ماما بزاف ديال الخطط، وهنا غادي تفضح عند الجميع باللي انه نصاب. تفكينا منه ومشى في حاله. انا ذاك كانت عندي 7 سنين، من جديد غادي نعاودو نعيشو ظروف اللي كانت قاسيه، مره ناكلو مره لا. وانا صغيره كنت كتقول لي يا ماما اليوم غادي نطيب واحد الاكله اللي ما غاديش تعجبك، وكنت كنصبر ورغم السن الصغير ديالي. اما خويا اللي كبر مني بدا كيخرج للسوق كيبيع البلاستيك، او لا الصباح بكري كان كيمشي للمارشي كيلقط الخضره وكيجيبها لينا غير باش اننا نحسقوا راسنا ناكلو. حتى لواحد النهار غادي تجي واحد المراه عند ماما وسولتها واش بغيتي تخدمي، وهنا غادي ندخلوا لاصعب مرحله اللي فيها ماما غادي تقرر باش انها تخدم، وما عرفاش كيفاش دير ليا انا اللي كنت صغيره، والساروت ديال الباب ما كنتش حتى كنقدر انا اللي نوصل ليها باش نحل الباب الدار. وبعض المرات كنت كنجي من المدرسه كنت كنتسناها في الدروج، مره كتجي مع 7 مره مع 8، وكاين بعض المرات ما كتجي حتى ل 11 ديال الليل. واذا كان عندي نص نهار فارغ كانت كتديني معاها، وكان كيضرني خاطري فاش انني كنشوف بنيتات صغار كيعنقهم باباتهم فاش كيدخلوا وكيعطيهم الحنان ومفاهمين. اغلبيه الوقت كنت نبقى مع ماما في الكوزينه، وكنت كندير راسي بلي انني فرحانه باش ما نشغلش بيا ماما، ورغم اني عشت ظروف كبر مني وصعاب عليا. باقا نعقل انني مشيت معاها تخدم عند شي ناس، وكان عندهم واحد الراجل اللي كان تيقول ماما غير خلي بنتك حدايا بيد ما ساليتي الشقه ديالك في الكوزينه. كان تيمثل قدامها بلي انه تيلعب معايا، غير هي كتمشي للكوزينه كيتحرش بيا بطرق مختلفه
اللي ما نقدرش نقولهم. كنت نحاول انني نتهرب منه، ولكن ما كنتش كنقدر نقولها لماما، حيت كنت كنخاف انها تفقد هذه الخدمه ديالها اللي موكلانا بها بسببي انا. وقت ما داتني عند هاد الناس كنت كنبقى لاصقه حداها، وكان هاد الراجل تيعيط ليا اولا كيدير لي حركات من بعيد، وكنت كنتجاهله. ويا ما عشت لقطات من التحرش والجوع عند بعض صحابات البيوت. غادي يجي الصيف وغادي نولي نجلس عند خوالاتي، كنجلس مع ولادهم كنلعبوا، غادي سالي وغادي تجي وقت القرايه من جديد، ونفس السيناريو نتاع المعاناه كيتعاود، لدرجه انه شي مرات كنت كندير راسي مريضه باش تسد عليا ماما غير في الدار، وما بقاش نتلاوح نتسناها في الزنقه اولا نمشي معاها ونطيح في شي تحرش اخر. وانا صغيره عشت حياه صعيبه وعرفت الرجال شنو كيسواو، بقيت مستمره في نفس الحاله حتى وصلت للاعدادي، وهنا مره اخرى حياتي غادي تبدل 360 درجة. قمر اللي كانت كتخاف الله وكتصلي وعزيز عليها ماما غادي تبدل. كبرت والحجم ديال الجسم ديالي كان كبر من سني، وانا ذا كانت المدرسة بعيدة عليا ب30 دقيقة. خويا كان قبيح بمعنى الكلمة. في هاد الاثناء ماما كانت مستمرة في نفس الخدمة عند الناس، غير هي غادي تصاب بداء السكري. انا هاد الفترة غادي نتعرف على بنات اللي كانوا فوق من السيطرة ديال والديهم، غادي نتصاحب معاهم، حتى وليت كنكذب على ماما استعمال الزمان ديال الاعدادية، وليت كنلبس لباس غير محتشم، وليت ضروري قبل ما نخرج ندير المكياج. من 8 ل 12 كنمشيو بعض المرات القهاوي ديال الشيشه اولا كنجلسو مع الدراري. انا كنت باغا انني نعيش ديك الحياه غير باش ننسى الواقع المر مناش دزت وفاش عايشه. داز شهر شهرين 3 شهور 4 شهور وانا ما كندخلش نقرا، وهنا المدرسه غادي تصيفط استدعاء لماما على الغياب ديالي. غادي تمشي للاداره وغادي تكتشف باللي انني كذبت عليها في النقطه نتاع الدوره الاولى اللي كانت تحت المعدل، وكنت قلت لها باللي انه فوق المعدل، زائد الغياب نتاع الدوره الثانيه. فاش سولتني شنو هاد الشيء بقيت غير تنبكي وكنطلب منها السماحه. غادي تنتفسني وسط الاداره وضربتني، وانا كنغوت عليها وكنقول لها ما تضربينيش. خرجت هربت ومشيت جبت واحد الدويره مع دوك البنات، ورجعت للدار لقيت ماما كتسناني ومسكينه محطمه وسخفانه. بقيت عليها غير ما تخافيش راني غنجح غادي نجح. انا ذاك صديقات السوء كانوا معمرين لي عقلي بلي انه ما عندك ما ديري بحتى شي قرايه، وليت ما مسوقاش لماما. سالت القرايه لقيت راسي ما نجحاش، وكنت عارفه هاد النتيجه. ماما فاش سقت الخبار غدوز عليا اكفس عطله ديال الصيف، خصوصا فاش عرفت باللي انه الغياب ديالي مراه صديقات السوء، لكن عمرها ما عرفت اللباس اللي كنت كنلبس، ولا حتى خروجي مع الدراري اولا نمشي للقهوه ديال الشيشه. هذيك العطله غادي ندوز وسط حبس، وليت كنتخاصم معها غير باش نخرج، حتى شكات واش وليت كنتعاطى. وصراحه كانت هذه هي الحاجه الوحيده اللي ما عمرني ما درت، عمرني جربت شي نوع من انواع الممنوعات حيت كنت كنخاف منها بزاف. غادي توصل بهم الدرجه باش انهم يديوني عند الطبيب باش يتاكدوا واش فعلا ما كنتعطاش، وانا غير بقوه هذاك الزيار ما بقيتش مستحمله الدار. ولات كتجيني العيشه مع دارنا كئيبه، وبلي هذوك البنات هما اللي مزينين لي حياتي، هما اللي عاطين ليها طعم. طلعت للثامنه وقلت صافي غادي نجمع راسي وغادي نقرا، دوك البنات غادي تحولوا، ما بقيتش معاهم مزيان. وليت كنخرج مع بنات نقيات ونجحت هذاك العام، وبديت كنرجع الثقه ديالي في ماما، ورجعت نصلي في العطله غادي نختار باش انني نخدم معاها عند واحد المراه، حيت كنت محتاجه انني نجمع الفلوس باش نشري الكتوبه ديالي ونعاونها على المصروف. صراحه غادي يدوز عليا العذاب والتكرفيس، العطله كلها ضربت عندها تماره عند دوك الناس وما عطاونيش مصروف مزيان. وفاش قربت نسالي مولات الدار عيطات على ماما وقالت لها راه بنتك سرقت حوايج بنتي، وانا عمرني ما سرقت لها شي حاجه. المهم غادي نطلع للثالثه اعدادي، وهنا غادي تبدا قصه من مرحله واحده اخرى. كيف قلت لكم باللي انني كنت كنبان كبر من العمر ديالي، انا كانت عندي 16 سنه انا ذاك، لكن اللي شافني في الهيئه ديالي كنت كنبان لي عندي 20 سنه. غادي نتعرف على واحد البنت اللي كانت قالت لي انها كتخرج مع الرجال غير تضحك معاهم وكيعطيوها الفلوس، ما تيقتهاش لانه ما كايناش شي حاجه فابور. وانا كنت نقول واخا نخرج خصني ننجح. واحد النهار غادي تعيط لي وغتقول لي راه الاستاذه ما كايناش ساعتين، يلا نخرجوا راه جاي عندنا واحد الراجل فلان، نمشيو نضحكوا معاه وغادي يعطينا الفلوس. فعلا خرجنا ومشينا معاه في الطوموبيل ديالو،
بدينا كنضحكوا وطلق لينا الاغاني. فاش بغى يحطنا غادي يعطيها الفلوس وقال ليها هادو ديال صاحبتك وهادو خديهم نتيا. باش ما نكذبش عليكم انا صراحه عجبني الحال، وقت ما كانت عندنا شي ساعتين خاويه وبديت كنقول ليها عيطي عليه. وبعد مرات كنا كنبعدوا من ديك البلاصه فين حنا ساكنين، بعد مرات كنا كنسافروا في 4 ديال السوايع، ولات عندي الحركه كدور وكنشري الحوايج، وكنت كنكذب على ماما وكنت كنقول ليها راني غير مسلفاهم اولا عطاتهم ليا صاحبتي اللي جابتهم ليها خالتها وما عجبوهاش. شريت تليفون وخبيته على ماما، ولا ديك البنت هي اللي كانت كتشارجي ليا التليفون ديالي. بقينا مستمرين على هاد الحاله، وانا عاجبني الحال لدرجه انه وليت دايره الكليان ديولي الراسي، ما بقيتش محتاجها، وليت كندير مع الرجاله وكنت كنمشي معاهم وكناخذ من عندهم الفلوس بدون انه نخلي شي حد منهم يتجرأ عليا. دوك الرجال كان تيعجبهم داك النوع ديال البنات اللي كانوا عزاكم الله كيكميو، وانا كنت كنمثل بلي انني كنت كنكمي غير باش ناخذ دوك الفلوس اللي كانت سهله. الدوره الاولى كنت كلها غدا بهذه الطريقه، ورغم هادشي نجحت. وفاش غادي يصيخ خويا الكبير الخبار بلي انني معاشره مع بنت اللي خارجه الطريق بدا كيضربني وخفت، وليت كل نهار في صراعات معاه لدرجه انه واحد النهار غادي يضربني بموس في وجهي، لحسن حظي انه الضربه غادي تكون صغيره. فبدا كيتحكم فيا وانا كنت كندير غير الضد ديال شنو تيقول لي وكيدير معايا. في الدوره الثانيه جمعت راسي حيت بغيت نقرا وننجح ونطلع للثانوي. عرفتوا علاش كنت باغا الثانوي؟ حيت غادي نمشي لمدرسه واحده اخرى وغادي نكون حره اكثر. وليت كنقرا غير باش نترقى في الاشياء الخايبه اللي تندير. فعلا نجحت وطلعت للسانكيام، وغادي نبدا حياه كفس من الحياه اللي كانت سبقتها. وليت غندير شي حوايج لا علاقه مع ديال القمر ديال الاعدادي، كان مستوى اخر. غادي نولي كنخرج مع رجال مزوجين، وغادي ندخل في صراعات مع الزوجات ديالهم. غادي يكبر الحقد ديالي للرجال لدرجه انني درتهم بين صباعي وكنلعب بهم كيف ما بغيت. كاين اللي عيالاتهم كيصونيو عليا وكيعايروني، تفرقي ليا على راجلي، وليت مضربه معاهم، وليت بهذا المعنى انا اللي كنت مسيطره. حتى لواحد النهار كنت غدا ما بيا ما عليا في الطريق، وجاتني واحد المراه من اللور وشدتني من يدي وقالت لي انت هي فلانه؟ قلت لها ايه. هذه هي مرتك؟ ايه. عرفتيني شكون انا؟ لا. قالت لي انا هي مرت فلان. تصدمت تخربقت ما عرفتش شنو غادي ندير، عمرني طحت في حال هادشي. دارت لي الشوهه وبدات كتغوت وكتجرني وكتقول لي غادي نديك اليوم للكوميساريه، وعندي الاوديوهات ديال كل فيديوهات ديالك، وكتنعل فيا. كرهت راسي وبديت كنجري هربانه وهي تبعاني وعباد الله كيشوفوا فيا. غفلتها حتى تخبيت ودخلت لدارنا وسديت عليا في بيتي، وبديت كنبكي وكنشهق كنقول شنو هاد الحاله اللي وصلت ليها. بدلت نمرتي وقلت صافي غادي نرجع للقمر ديال الابتدائي، حيت الطريق اللي شاده دابا ما غادي توصلني فين. دازت مده ورجعت للانسانه اللي كنت بغيت، ودخلت سوق راسي وليت غير وحدانيه. كرهت الرجاله بقوه ما كانوا كيديروا ليا وانا صغيره، وما بقيت حامله حتى شي حد. واحد الدري كان تيمشي عند خالتي شافني وقال ليها بلي انني بغيت نخطب قمر. تكلم مع ماما وقال ليها من هنا 6 شهور غادي نمشي للخارج نقاد الاوراق ديالي وغادي ندي معايا قمر، دابا غير غادي نخطبها وفاش نرجع غادي نديروا العرس ونديها. انا رفضت لانه ما يمكنش نتخطب دابا وما عرفش شحال غادي نجلس من عام عاد غادي نتزوج. قلت لي سير قاد امورك ورجع نتوكلوا على الله. المهم ما كان منقصني من والو، وكان مهلي في ماما وداير الصواب. واحد بنت جيراننا كانت بحال اختي، كانت غير حاضيه. واحد النهار غادي تهز نمرته من التليفون ديالي وغادي تدوي ليه وغادي تقول ليه بغيت ندوي معاك على قمر. قال لها ياك لاباس واش وقع لها شي حاجه؟ قالت ليه لا غير بغيت ندوي معاك عليها. دوات معاه وقالت ليه شوف انت ما تستاهلش قمر، وها شنو كانت كدير وها شنو الماضي ديالها، وبدات كتخروض ليه. انا ذاك حسيتو بلي انه بعد عليا بزاف. هذيك بنت جيراتنا كانت كتعاود هادشي لصاحبتها لدرجه انه هي غادي تولي على علاقه به، ولات كتمشي عنده حتى للدار. واحد النهار هذيك بنت جيراننا غادي تخاصم مع صاحبتها، هي اللي غادي تجي تعاود ليا هادشي كله بالتفاصيل، وكانت تقول ليا ها فين كانت كتمشي هي وياه وها شنو كانوا كيديروا وها شنو قالوا عليك. تعقدت وحقدت بزاف، والدري اللي بغيت لاول مره في حياتي وقلت لا هو راه ماشي بحال دوك الرجاله الاخرين اللي كانوا كيخونوا عيالاتهم معايا لقيتو بحالهم. داكشي اللي كنت كندير شحال هادي ولا كيطبق عليا كيدار ليا. وجاني هادشي وسط كورونا، حسيت بكلشي تخربق عليا، ودويت ليه وقلت ليه بلي انا واللي بيناتنا صافي رساله. واجهته بالامر الواقع اللي دار وفعلا غادي يعترف. فمن بعد ما بدلت نمرتي وكلشي وقابلت صلاتي
اكثر من قمر ديال شحال هذه، ووليت نقرا قران وحسيت بحال الدنيا قرب تفنى. فبديت في الدعاء وكنطلب الله يغفر ليا على الاخطاء اللي درت من 13 سنه ل 17 سنه، غلط من مورا غلط، اغلاط نتاع وحده عندها 25 سنه. دازت كورونا وتقدت الاوضاع وتعرفت على واحد الشاب واحد اخر في مواقع التواصل اللي كان تيسكن في نفس المدينه ديالي ولكن بعيد عليا بزاف. غادي نعاود ليه على داك الشخص اللي كان بغى يخطبني، وشاركنا مع بعضياتنا حياتنا، ولكن عمر شي حد فينا ما خرج مع السطر مع الاخر. طلعت للسيزيام وكان تيعاوني في قرايتي وكينصحني في التوجه ديالي لانه كان كبر مني بست سنين. شويه بدينا كنتلاقاو حتى لواحد النهار غادي يعترف ليا بالمشاعر ديالو وقال لي بلي انه بغيت نخطبك. قلت ليه اذا بغيتي تخطبني فلان صبر حتى نشد الباك. قال لي صافي ما غادي نقول لك والو، غادي نعاونك حتى تشديه. بقينا غاديين بحال هكاك والسيد تيبغيني لدرجه كبيره، لدرجه انه اذا ما جاوبتوش كان تيجي تحت من دارنا وتيبكي حتى كنجاوبو. كان كيبغيني بواحد الدرجه هيستيريا بحال شي دري صغير. اذا حيدتي لي شي حاجه اللي عزيزه عليه ولا داير معايا بحال هكا، انا غادي ندخل الفيسبوك واحد النهار غادي نتلاقى واحد البنت كتسول شكون اللي بغات تخدم غير من الدار. وكانت ديك الساعه العطله الكبيره مع نجحت في السيزيام وكنت محتاجه انني نخدم باش ندخل المصروف، كانت فرصه مزيانه بالنسبه ليا. غادي نتواصل مع ديك البنت غادي تقول لي شوفي راكي غادي تدوي مع رجاله اجانب ولكن غادي خصك تكوني راكم فهمتوني وراكي غادي تبقاي تخلصي كل شهر. بقات كتصيفط ليا في الميساجات وتطمعني بنات داروا نفس الحاجه وراهم مأمنين، وكانت تقول لي ما تخافيش من الشوا حيت اذا وقعت شي حاجه انا اللي غادي ندخل الحبس. المهم بقات كتخربق عليا وكلات لي دماغي مزيان، وقلت ليها واخا ما حملتش هاد واخا، تمنيت تكون وقعت شي حاجه قبل هاد واخا. غادي تعطيني النمره نتاع واحد خينا وقالت لي هاد الشهر غادي تبداي مع هذا، وفاش يصوني عليك خاصك تكوني حاضره ضروري ومجرده من حوايجك. فعلا وللاسف غادي نصيفط ليه ميساج وقلت ليه انا من طرف فلانه، صوني عليا نص ساعه تيصوني وكيقطع، وانا في صراع مع راسي وذاتي واش ندير لا ما نديرش، واش ندير لا ما نديرش. شعلت الفيديو ودرت لي ما خصوش يدار، صيفطت فيديوهات وصور اباحيه ديولي، وخاص وقت ما كان يصوني عليا كان خصني نجاوبه، ووقت ما كنت نصيفط ليه شي حاجه كنت نصلي ونطلب الله يسمح ليا ويعفو عليا. بعد المرات كنت كنصور ليه التصاور اللي بغا هو وانا ما حاملاش، وكنتسنى غير فوقاش يسالي هذاك الشهر باش نشد فلوسي، واذا ما جاوبتوش ديك خيتي كانت كتصيفط ليا وكتعايرني بألقاب زنقاويه بلي هاد السيد راه كيساين فيك. تخيلوا بعد المرات كنكون خارجه غير هو تيصيفط ليا بغا هاد المتطلبات ديالو خصني ندخل ديك الساعه للدار كنجري وندير داكشي اللي بغا. وليت في دوامه كبر من ديك الاولى، كبر من هذوك كاملهم. جوج سيمانات بقيت على هاد الحال ما قدرتش نكمل. غادي نصيفط لهذيك خيتي بلي انا وصافي عييت وما قدرتش نكمل حيتاش ولات يطلب شي حوايج اللي انا مابقيتش مازال قادره عليهم. قالت لي لا ما غاديش تخلصي هاد الشهر حتى تكملي شهرك. قتلني الطمع، طمعت واستمريت حتى الاسبوع الاخير وليت نحس براسي موسخه، وكل نهار كنقلب فضيحه اليوم لا نلقى تصاوري، وليت خايفه لا خويا يسيق لي الخبر ويقتلني بدون ما يتردد، وليت خايفه لا ماما تسيق الخبر وتموت بالسكر. عشت العذاب. وصل النهار فاش غادي نشد فيه فلوسي، البنت بلوكاتني وحتى هو بلوكاني. بقيت غير مصدومه وكنشوف. ماما كتسولني مالك؟ لا والو غير ماما صاحبتي ماتت، وليت عاطيها غير البكا، وكنصيفط ليها بنوامر واحد اخرين ديك خيتي حرام عليك هادشي اللي درتي ليا، وليت كنطلبها غير ما تشوهنيش، وهي كتهددني اذا بقيتي كتبرصطيني غادي نشوهك. والدري اللي معاه انا كنحس بلي انه كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك. وقت ما دوى ليا كان تيلقاني دايره شي ابل فيديو، تنبقى نقول لا راني غير داويه مع صحاباتي. واحد النهار غادي ندخل للجروب ولقيت فيه ديك خيتي اللي نصبات عليا، لقيت بلي انه كلشي تيدوي عليها بلي انا كتنصب على البنات وكتخلص على ظهرهم. غادي نبلوكي داكشي كله من جديد، ودخلت في اكتئاب حاد. وليت نحس براسي فعلا انا مسخه، وربي عمره ما غادي يسمح ليا حيت الجسم ديالي والاعضاء ديالي وكل ما تنملكو اللي هو امني عليهم شافهم شخص واحد اخر. بدات القرايه، بدا الباك، وبقيت مع هاد الدري وحس بيا بلي انه شي حاجه كاينه، وبدا بشويه بشويه كيدخل ليا الفكره نتاع الحجاب واللباس محتشم، وقنعني به وبدا كيتعامل معايا مزيان وما كان مخصصني من حتى شي حاجه، لدرجه وليت انني كنحس به هو با. حتى لواحد النهار من جديد غادي نطيح نوعا ما في نفس القصه، مازال ما تبتش. واحد البنت كتقرا معايا غتقول لي غادي تدوي مع واحد خينا خير ساعه وغادي يصيفط لك 10000 درهم. درت فيها قفزه وقلت ليه غادي تصيفط لي 100000 ريال هي الاول وانا غادي نصيفط لك لاكارت. فبدا كيهددني بها وبدا كيقول لي غادي يجيب لك البوليس، وليت غير خايفه. وبدا يقول لي اذا ما درتيش هادي غادي نلوح تصويرتك ونقول لهم بلي راه هادي كتنصب على الرجال. ما خلى ما قال،
قلتها لهذاك الدري اللي بغى يتزوجني بدا كيغوت عليا وكيخاصم. بديت كنطلبو الله يرحم ليك الوالدين غير فك لي هذا المشكل، راني ما تلت باغا والو. تفكيت من هذاك المشكل ب60 كشيفه ونجحت في الدوره الاولى من الباك، وهذا اللي بغاني الزواج ولا كيشك فيا بزاف. لما تخرجيش مع ماماك ديري الزيف حتى لجبهتك، لبسي طويل بزاف. قلت ماشي مشكل تيبغيني، لكن لقيتو تيزيد فيه بزاف، وفين ما مشيت كنت كنلقاه تابعني من اللور، تليفوني حتى هو مراقبو. المهم انا ما عجبنيش الحال لانه زيرني بزاف، وقلت ليه صافي اخويا نتفرقوا، غادي يجمع كاع تصاوري ودار كونت، وبدا كيهددني بلي انه غادي يلوح فيهم تصاوري وغادي يوريهم لخويا. بديت كنطلبو كنقول ليه علاش، تيقول لي حيتاش انت اللي خليتيني ندير لك هكا، واذا ما تقديتيش معايا غندير لك اكثر من هادشي. والله يا ربي الله بديت كنسايس معاه غادي يجي يطلب مني السماحه، ويبرر لي بلي انه دار هادشي كله على اساس انه تيبغيني وما خليتش ليه الاختيار، وبلي انه عمره ما يتجرأ يدير هادشي اللي قال. غادي نصبر عليه وعلاه باله. وقت ما تخاصمنا كان تيجي لتحت دارنا وكان كيهز في يديه موس وتيقول لي اذا ما جاوبتينيش غنقتل راسي ولا غادي نقتلك. تبدل بزاف ولا غير كيذكر القتيله بحال شي جغيمه ديال الماء، وفين ما شاف شي دري كان يشوف فيا كان تيمشي كيضرب معاه. ولا مريض بزاف، حتى لواحد النهار غادي نحصلو تيدوي مع واحد البنت في التليفون ديالو. تصدمت قلت ليه صافي اللي بيناتنا سالا، ولا غير تيبكي. غادي ندخل في شهرين ديال الاكتئاب، وفاتني نص قرايتي وقرب الامتحان. غلطت بزاف مع ربي، وربي جازاني هكا، واللي كنت كنديرو للرجاله ولا كيدار ليا، وربي كينتقم مني ببساطه. ماما ولات مسكينه تسولني مالكي، ولات تزورني السادات ودير ليا الرقيه، وانا كنت كنطلبها غير انها تخليني، بغيت غير نبقى غير بوحدي. بديت كنتفكر شنو درت شحال هادي، وكنزيد كنتأنب وتنقول حياتي ضاعت. تنكون ناعسه حتى كنوض كنقفز وكنقول شي تصويره ولا فيديو مليوح مشوه ديالي، وليت عايشه العذاب، قطعت الصله وعايشه كيف الغوله. تنقول راه ربي سخط عليا وانا راني داخل الجهنم، ما كاينلاش نرجع نتوب. حتى بديت كنشوف فيديوهات دينيه، وبديت نوعا ما كنقتنع باللي انه باقي الحال باش انه نتوب. وانا اليوم بين الغلط وبين التوبه. انا اليوم عندي 20 سنه وعاودت الباك مع تلامذ اللي هما صغر مني، كرهت الرجال والماضي ديالي، بغيت نحقق لمهمتي ونعوضها على ما درت فيها. الهدف من قصتي خصوصا المراهقات اللي كيتبعوا هذه حكايتي انهم يحضوا راسهم، راه من غير الفضيحه اللي كتعرضوا ليها عمركم ما غادي تقدروا ترتاحوا نفسيا اذا ترسوا شي حاجه خايبه، لانه الماضي ديالكم كيبقى لاصقكم حياتكم كلها. هذه هي فضيحتي وهذه هي حكايتي لاول مره غادي نتجرأ ونقدر نبوح بها لشي حد كما هي. دعوا معايا الله يسمح لي ويتوب عليا. تيقول مولانا في حديث قدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. مولانا سبحانه وتعالى هو أسهل من تتعامل معه، وأكيد أنه التوبة أمر ماشي سهل، لأنه خاصك تجاهد النفس ديالك والشيطان ديالك والمغريات ديالك. إذا خطأتي ولو ألف مرة عاودي طلبي التوبة وما تمليش، وما تقوليش ربي غادي يسد عليا بابه. مولانا عمرو ما كيمل من العبد ديالو حتى تيمل العبد. قمر فصحيح انك خطأتي وراكي معترفه بهذا الامر، وتبتي وخطأتي وتبتي، واذا لاحظتي انه كل مره مولانا كيعطيك نفس الجواب باللي انه هذا الطريق راه ما صالحاش ليك وماشي ديالك. فكنتمنى من مولانا انه تكون هذه اخر مره انك تغري وتطمعي في اشياء دنيويه فانيه وما تسوي حتى شي حاجه. ركزي على قرايتك، ركزي على حياتك وعلى مستقبلك، رضي بشنو قسم لك مولانا. ولا ما قدرتيش توصلي لهاد الامور بقرايتك، تاكدي باللي انه بالحرام راه عمرك ما غادي توصلي به، وحتى فلوسه ما عمر ما غادي يكون فيهم لا نفع ولا بركه. غتهلكي صحتك، غتهلكي دماغك وحياتك كلها. وهذه هي كانت نصيحتي القمر. اما نتوما يا متابعين يا كرام، كيف ما عودتوا اصحاب الحكايه بالاراء ديالكم والدعوات ديالكم والنصائح ديالكم، ما تبخلوش هذه المره على قمر. عندها غير 20 سنه، محتاجه تسمع كلام اللي فيقها اللي يعطيها الثقه في النفس ويعرفها بلي انا الطريق اللي غادا فيه دابا ما هوش طريق. هذه كانت هي حلقتنا اليوم. ما تنسوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب اذا عجبتكم الحلقه. دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو في مقاريب. سلام سلام.